Bonjour Tammy, Marco Madame, je suis à la page 106, 107, 108, unité 5, phonétique et projet. نحن بصوتيات وبمشروع الصفحات الأخيرة قبل التدريبات اللي هن 106, 107, 108 بالوحدة الخامسة. دايما عنا بالفونيتيك بيكون فيها غنية بالبداية أو مقطع, طبعا هدول من للحفظ بس للاطلاع, وبعدين ندخل بالفونيتيك تكنولوجي شعر عن التقنيات اكري بار اللي كتبه مارتين انيس اوبان. بقى مارتين بنت معناتها اسمها مارتين انيس اوبان, بتقول فيه عم تحكي عن التقنيات. شايفين مثل ما شايفين بالصوره, اليا دي زاباري ماجيك دو ماتيريال انشانتي دي زوتي في بور اتر براتيك كي بوف سو ترانسفورمي ان في. Prenez par exemple un PC, un modem, vous lui ajoutez, branchez le tout puis allumez Internet et Internet, allez visiter. إذن في عندي هون التكنولوجيا بتقول il y a des appareils magiques, في أجهزة سحرية. هدول سميناهم أجهزة سحرية لأنه مثل السحر. دو ماتيريال انشانتي, ومعدات مسحورة. دي زوتي ما بلفظ لا الال ولا الاس. دي زوتي في بور اتر براتيك, وأجهزة أدوات صنعت لتكون عملية في متناول يدينا. كي بوف سي ترانسفورمي ان في, وبإمكانها هالمعدات أن تتحول إلى جنيات طيبة. هلا نحن بنعرف في جني شرير وفي جن الفي, هن الجنيات الطيبات يعني اللي بيعملوا خير اللي بيساعدوا. طبعا هذا كلهم يعني حقيقي يعني جنيات. بخني بار اكزامبل, وخذوا كمثال على ذلك ان بي سي يعني الأورديناتور بيرسونيل يعني الكمبيوتر الشخصي, لأنه هي السي من كمبيوتر والبي بيرسونيل يعني كلمة إنجليزية أخذين أول أحرفة بيوظف فيها الأورديناتور بيرسونيل, يعني خذ مثلا حاسوبك الشخصي. أم مودام فولوي أجوتي, وضيف عليه المودم الجهاز اللي بيلتقط إشارة الإنترنت بتوصله معه, يعني معه حتى لأنه الحاسوب لوحده شو بيعمل؟ ما بيشتغل إذا كان ما وصلته بالمودم, والمودم بالموصول بالإنترنت تجيك الإشارة. أضيف عليه يعني تضيف له وصله بالمودم, ثم برانشي حط الفيشة شعل كل شيء في اليومي متشعل بالنار يعني وصل كل شيء, وصله على الإنترنت على الكهرباء إنترنت على اللي فيزيته, وروح بقى دخول على الإنترنت وزوره. إذن il y a des appareils magiques, du matériel enchanté, des outils faits pour être pratiques qui peuvent se transformer en fées. Prenez par exemple un PC, un modem vous lui ajoutez, branchez le tout, puis allumez Internet, allez visiter. هلا بتقول منين عرفتي شعر؟ الشعر لما بيكون بشكل هيك أسطر قصيرة وبديان كل واحد منا بماجسكيول, وبيكون نهايته على نفس القافية, قافية يعني نفس الوزن. ماجيك براتيك انشانتي في بي سي اجوتي اليومي فيزيتي كله بالأخير اي. أما هون جيك تيك مولا الحفظ فقط للاطلاع. اون باس على باج 107, وعندي هالمره الفونيتيك الصوتيات هو لفظ ف وف, كتير سهل الف والف لانه احرفهم قليله مو مثل الاحرف الصوتيه. الف هاللفظ هاد, هاللفظ هاد اللي بشوفه هيك يعني لفظ وين بلاقي باي احرف بحرف الاف مثله, وبشوفه كمان بالبي اش هذا ف بس, هدول هن الف. اما لفظ ف ما عاد كتب معي لفظ ف, فبشوفه بف وبالدوب الف كمان بتنقرا ف بس.
هدول النين والباقي كله ممكن هلا يكون هون تنتين اف، كمان اذا تنتين اف نفس الشيء، اف وحده ولا تنتين كلهم ف، هذا فيكس. مشان هيك عم بقول لكم كثير سهل. Écoute et entoure le mot quand tu entends le son f et souligne le mot quand tu entends le son v. اسمع وحط دائرة حول الكلمة لما بتسمع ف، وحط خط دائرة حول ف وخط تحت الكلمة اللي بتسمع فيها ف ف ف. طبعا تعرفوا الفرق بيناتهم. هلا بالعربي ما عنا ف، عنا ف، ما في باللغة العربية حرف الف، هذا حرف أجنبي لاتيني. يلا اسمعوا سي، أنا بسمع معكم وبتحطوا معي سي facile facile. Il va vite, il va vite. Votre ami vient avec vous, votre ami vient avec vous. Tu vas à l'anniversaire de فادي. هاي هون خربطنا، خربطت. بدي احط خط تحت الف ودائرة حول الف، بدي اعيدهم. معلش خلينا نعيدهم احسن. خط تحت الف ودائرة حول، دائرة حول الف وخط تحت الف. سي فاسيل، il va vite. Votre ami vient avec vous. Tu vas à l'anniversaire de Fadi. Je vais lui offrir un magnétophone. Je fais mes devoirs. Quelle belle fleur dans cette photo. Les wagons de ce train sont vastes. تمام، هلا صارت مظبوطة. سي فاسيل، هذا سهل. سي فاسيل. Il va vite. هو راح بسرعة. Votre ami vient avec فو. انا عم بشد كتير بس انتو ما بدك تشدوا كل هالشي، بس انا عشان تسمعوها. فوت خامي صديقكم اتى معكم. tu vas انت رايح à l'anniversaire لعيد ميلاد de فادي، عيد ميلاد فادي. je vais انا رايح lui offrir اقدم له un مانيتوفون آلة تسجيل. هاي جي انت نقرانيه مانيتوفون جهاز تسجيل. je fais mes devoirs عم بعمل وظايفي. quelle belle fleur يالي هذه الزهور الجميلة dans cette photo في هذه الصورة. les wagons de ce train عربات هذا القطار sont vastes واسعة. هلا ب écoute et classifie les mots dans le tableau ci-dessous puis entoure les lettres qui donnent les sons ف et v. اسمع ثم صنف الكلمات اللي في الجدول تحت ثم أحط الأحرف اللي فيها صوت ف أو ف، أحطهم ضمن دائرة حرف لفظ ف أو ف، وأحط هون كلمات اللي فيهم ف كلمات اللي فيهم ف. نحن طلعناهم فوق بس هون بدنا نصنفهم. إذا هون عندي فاسيل، هاي وحدة ف هون، فيت Votre vient avec vous va anniversaire Fadi. Fadi va offrir
Magnétophone, fée, devoir, fleur, photo, wagon, vaste. عندي 12 كلمة ب7 كلمات، 12 وحدة، خلينا نحطهم بدائرة. فاسيل، فا، فيت، فوتر، فيان، افيك، فو، فا، انيفرسير، فادي، في، اوفرير، magnétophone, fée, devoir, fleur, photo, wagon, vaste. مثل ما شفنا ال V بتكون يا V يا double V. أما ال F بتكون F أو تنتين F أو PH. في عدة معنا حالات تانية؟ ما في، هدول هنين. خلينا نشوفهم محلولين. voilà. facile سهل. فادي اسم. offrir قدم. magnétophone آلة تسجيل. في عمل أو مارس. fleur زهور. photo صور. va ذهب. vite بسرعة. votre لكم. viens يأتي. avec مع. vous أنتم. va اذهب. انيفرسير عيد ميلاد. في انا اذهب. دوفوار وظائف. فاغو عربات. فاست واسعه. زين هدول هنين. اون باس او بروجي على ديغنيغ باج افون لونترينمون. اخر صفحه قبل التدريبات. مو بروجي بنقدمه بالدرس بنهايه الوحده السادسه باخر العام اللي هو جو برون سوان دو لا تيغ. اهتم بالارض بكوكب. طالما تيغ ماجسكول يعني مو بالارض التراب، لا بكوكب الارض. كري اون بوبليسيتي عمل اعلان سو لو تيتر تحت عنوان جو برون سوان دو لا تير اهتم بكوكب الارض. اي بوبلي لا وانشرو سور ان سيت انترنت على موقع انترنت سلون لو موديل سويفون مثل النموذج التالي مثل هاد. لنعمل اعلان. كومون بوتو بروتيجي لانفيرونمون. كيف يمكنك حمايه البيئه؟ Quand c'est possible, utilise le vélo ou les transports en commun au lieu de demander à tes parents de te reconduire en voiture. عندما يكون بالإمكان استخدم الدراجة أو مواصلات العامة. transports en commun أو مواصلات العامة يعني الباصات. بدلا من أن تطلب إلى أهلك أن يأخذوك بالسيارة. هاي بتطالع تلوث أكتر. رجليك ما بتطالع تلوث. éteins les lumières et les appareils électriques quand tu ne les utilises pas. أطفئ المصابيح والأجهزة الكهربائية عندما تكون ما عم تستخدمها. لما بتكون ما عم تستخدمها اطفيها، لا تعيد شعله وتطلع برات الغرفه، حرام. خان دي دوش موان لونغ بور ايكونوميزي لو شود. استخدم الدوش لفترات وقت اقل لحتى توفر مية السخنه. Évite d'acheter des produits trop emballés ou des produits jetables. Le plastique est très polluant. تجنب شراء منتجات اللي لها كتير أغلفة، لأنه كل الأغلفة بدك تشيلها تكبها فبتعمل تلوث. أو دي برودوي جيتابل، أو لا تستخدم، تجنب تشتري منتجات تكون لا استخدام واحد، يعني استعملنا شغل وكبيناه، استعملنا وكبيناه، لا استخدم شيء بيستخدم أكثر من مرة، لأنه البلاستيك هو كتير بلوث، تخي بوليون. مثل هاد بدنا نعمل، بس بعد ما بنطلع على الدرس الجاي اللي عم يحكي عن هالموضوع.
vous avez à travailler, لازم تشتغلوا en groupe بمجموعات selon la division suivante على شكل ثلاث مجموعات. Premier groupe cherche et rédige des informations. مجموعة بتبحث وبتكتب معلومات. Deuxième groupe collecte des photos et rédige des comportements écologiques. مجموعة تانية بتجمع صور وبتكتب سلوك بيئي، سلوك يحافظ على البيئة مثل هدول اللي هلأ قلناهم. أما تغوازيم جروب المجموعة الثالثة غديج ديكور لا بوبليسيتي، فهي بتكتب وبتزين الإعلان. المواد اللي بتلزمنا ماتيريال انترنت، بدنا الانترنت طبعا عشان طالع النصايح والشغلات التعليمات اللي لازم، الكومبورتمون السلوك البيئي، ودي فوتو لازمنا صور، دي مجازين مجلات تناخد منها، ودي ديسان رسوم. وبس وصلنا على الانترينمون. كانت معكم مدام عبد الكور، اوغوفوار، على لا بروشين فوا، باي باي.